الثاني من الأقطاب المرجعية هو ساتوريتد كالومون إلكترود، تمام، قطب الكالومون المشبع زي ما هو موضح عندي بالشكل. طبعا قطب الكالومون يعتبر من أشهر أقطاب المرجعية، هي ساتوريتد كالومون إلكترود أشهر الأقطاب المرجعية استخداما، يعني أكثر من الفضة، كلوريد الفضة، وأكثر من الهيدروجين، تمام. ساتوريتد كالومون إلكترود كومونلي يوزد ريفرنس إلكترود، ويعتبر من الأقطاب المرجعية اللي تستخدم بشكل شائع. is the saturated calomel electrode. the term saturated، مو كلمة saturated، علاش يقول saturated مشبع؟ لأن يرجع، هذا يرجع لي to the concentration of potassium chloride، يرجع لي محلول بوتاسيوم كلورايد المشبع الموجود أو مغمور في مادة الكالومل. مادة الكالومل هو ملح J2Cl2، يعني عندي عجينة من الزئبق، كلوريد الزئبقوز، وبوتاسيوم كلورايد مع بعضهم البعض، تشكلوا مع بعضهم البعض مغمورين في مادة أو محلول بوتاسيوم كلورايد المشبع. والجهد القياسي the potential of saturated calomel electrode حيكون قيمته، إحنا لازم يكون stable and fixed، هي القيمة قداش؟ zero، يعني الجهد القياسي حيكون 0.242 فولت، تمام، يعني قيمته ثابتة. طبعا قصوها versus nitrogen hydrogen electrode، مقابل إيش؟ كيف عرفوا القيمة هذه؟ مقابل جهد الهيدروجين طبيعي، جهد الهيدروجين طبيعي حيكون zero. التغير فرق الجهد بعد ما وصلوا مع قطب الكالومل عطى قطب الكالومل قراءة 0.242. This half cell is composite of metallic mercury، وحيكون من ضمن مكوناته معدن الزئبق، in contact with saturated solution of mercury's chloride، معدن الزئبق حيكون موجود في احتكاك أو تلامس مع إيش؟ مع مادة الكالومل، مع مادة الكالومل وهو محلول مشبع من كلوريد الزئبقوز. Placing the calomel in the contact، والكالومل حيكون في احتكاك برضو مع بوتاسيوم كلورايد سوليوشن، مع محلول بوتاسيوم كلورايد، يعني عندي مادة الزئبق، معدن الزئبق، حيكون في تلامس أو احتكاك، الزئبق في احتكاك مع ملح ميركوريز كلورايد، هذوما الاثنين حيكونوا موضعين أو محتكين في محلول مشبع من بوتاسيوم كلورايد، هذه التركيبة الأساسية له. هذه بالنسبة لإيش؟ لتاني نوع من أنواع الأقطاب المرجعية والأشهرها.